أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف تكون العداوة من الزوجة والأولاد للأب كما ذكر الله ذلك في القرآن؟ يثبطونه عن الخير ويطلبون منه أشياء فيها معصية ويجيبها لهم، هذا العداوة، أنهم يثبطون عن فعل الخير وأنهم قد يطلبون منه أشياء فيها معصية لله ويأمنها لهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فدل على أن الأولاد يلهون عن ذكر الله، هذا من وجه العداوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: خصوصا في وقتنا هذا، خصوصا في وقتنا هذا، كثيرا ما يشكو الآباء من أن زوجاتهم وأولادهم يطلبون منهم أن يحضروا في البيت المعاصي، آلات اللهو، الدش، غير ذلك، يقولون حنا مثل الناس، مش تخلينا مثل الناس، ويطلبون منهم أنهم يخرجون للأسواق ومزاحمة الرجال، يقولون مثل الناس، يطلبون منه أنهم يروحون للاحتفالات المختلطة والتي فيها منكرات، ويقولون عنا مثل الناس، هذا من العداوة التي ذكرها الله منهم. نعم.